هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة على مناطق من الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط وبورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة. كمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد مساء لمناطق من القاهرة الكبرى، هتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. دكتورة منار صباح الخير، حضرتك سامعاني؟ ايوه صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتوره منار. دلوقتي احنا شايفين ان النهارده في فرص امطار غزيره في بعض مناطق الجمهوريه، فطمنينا احوال الطقس ايه وبالليل الجو هيكون عامل ازاي؟ هو طبعا بالفعل بعد الاستقرار اللي احنا شاهدناه امس واول امس في الاحوال الجويه بشكل كبير وتلاشي فرص سقوط الامطار، اليوم هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض، بالاضافه كمان كتل هوائيه شماليه رطبه قادمه من على البحر المتوسط. العوامل دي هتؤدي الى زياده فرص وكميات الامطار وكمان اماكن سقوط الامطار، لان اليوم متوقع ان يكون عندنا امطار متفاوته الشده ورعديه احيانا على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد بعض الاماكن من مدن القناه. كميات الأمطار المتوقعة اليوم هتكون أمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط زي محافظة الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم، ويمكن مع فترات المساء تبدأ كميات الأمطار تغزر أحيانا أو تزيد عن المتوسط في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. بالإضافة كمان الأمطار هتمتد للمناطق الداخلية اللي هو جنوب الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، ومع فترات المساء هنبدأ نشوف الأمطار في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة بعض الأماكن كمان من محافظات شمال الصعيد مدن القناة. الأماكن دي كلها معرضة لسقوط أمطار، وطبعا محافظة مطروح أمطار خفيفة إلى متوسطة. بالنسبة لدرجات الحرارة يمكن اليوم هنلاحظ إن فيها انخفاض طفيف عن أمس بحوالي درجة، أجواء نقدر نوصفها شتوية مائلة للبرودة خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الساحلية بتطل على البحر المتوسط، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار. فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس ووجود الأمطار اللي هتبقى موجودة معانا على مدار فترات الليل كمان الأجواء هتبقى أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح البكر. ذروة الأمطار وذروة الحالة الجوية هتبقى من مساء الأربع لحد مساء الخميس، فاحنا متوقعين كمان استمرار الأمطار غدا الخميس لحد بكرة. يمكن كمان أمطار بكرة إن شاء الله هتزيد في المناطق الداخلية وتتحول لأمطار متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، فالأمطار مستمرة على فترات الليل على مدار يوم الخميس كله إن شاء الله، مع وجود كمان نشاط نسبي للرياح خلينا ننوه عنه هنلاحظه بكرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، هيخلينا نحس بمزيد من البرودة، مزيد من الانخفاض سبقيا من درجات الحرارة، فهي تقلبات جوية مدتها 48 ساعة، ومع يوم الجمعة إن شاء الله تبدأ تتلاشى فرص سقوط الأمطار وتقل تماما ويعود تاني الاستقرار في الأحوال الجوية، ويمكن ده يكمل معانا لحد إن شاء الله منتصف الأسبوع القادم. بس لازم هنوه على كل السادة المواطنين، مهم جدا أثناء سقوط الأمطار لأن الأمطار هتكون رعدية في بعض الأماكن، كميات الامطار مش قليله خاصه في محافظات شمال البلاد. اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواحي الهنات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهلكه، القياده لازم تقوم بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء سقوط الامطار، لان الامطار ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، وطبعا نتابع نشره جويه بصوره يوميه واي تحسيسات هتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه. طيب دكتوره منار، كان في النهارده برضو شبوره الصبح بدري هنا في القاهره، الشبوره دي مستمره لامتى؟ هو بالفعل كان في شبوره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن كانت كثيفه في بعض الاماكن الشرقيه خاصه بعض الاماكن الموجوده في وسط سيناء، لكن هي كمان ساعه بالكثير وتبدا الشبوره المائيه تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس،
بتبدا الصحف تتكاثر، بتبدا معانا فرص سقوط الامطار. فالشبوره ساعه بالكثير يعني 8 9 بالكثير تبدا الشبوره المائيه 3 من على اغلب الطرق، مش هتبقى موجوده معانا بكره، يعني هي مش موجوده معانا يوم الخميس، لكن هتبقى موجوده ترجع تاني في الظهور يوم الجمعه، وعلى مدار الايام بعد الجمعه ان شاء الله هتبقى الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره واللي ممكن كمان تكون كثيفه على اغلب الطرق. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وطبعا نصائح هامة جدا خاصة في ظل التقلبات الجوية اليومين دول. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 21 والصغرى 16، وفي العاصمة الإدارية 21-14، في الإسكندرية 20-13، وفي العلمين الجديدة 22-14، مطروح 20-14، ودمياط 21-14، بورسعيد 22-15، والإسماعيلية 22-13، في السويس العظمى 23-15، والعريش 22-12، في كاترين 16-4، وفي طوبة 22-14، حلايب 25-21، وشلاتين 27-20، شرم الشيخ 27-18، والغردقة 26-16. أما في الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12، وفي بني سويف 22-11، الوادي الجديد 25-8، وأسيوط 22-10، سوهاج 23-11، وإنا 24-12، الأقصر 25-12، وأسوان 26-13. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمحمد ومنى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هاني. شكرا.